أعزائي متابعي طقس العرب في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم كل الخير. أتوقع إن شاء الله أنه يستمر تأثر المملكة هاي الليلة بزخات أمطار نتيجة لتأثر المملكة بمنخفض جوي من الدرجة الثانية. أمطار متوقعة بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية، وأيضا بيستمر تشكل الضباب بين الحين والآخر فوق المرتفعات الجبلية خاصة في شمال وسط المملكة. بدءا من ساعات فجر ونهار يوم غد الثلاثاء بيزداد تأثر المملكة بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، بتنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي. متوقع هطول أمطار بين الحين والآخر في مناطق شمال وسط وجنوب المملكة، وعندنا تساقط متقطع للثلوج في الفترة الصباحية على المناطق الشمالية والوسطى اللي بيزيد ارتفاعها عن 1000 متر عن سطح البحر إن شاء الله. ممكن يدنا ارتفاع الثلج أحيانا إلى أقل من 1000 متر، ولكن في العموم في مناطق شمال وسط المملكة التراكمات لو حدثت بتكون فوق 1000 متر وبشكل محدود، ومع نهاية اليوم راح نلاحظ جميعا أنه هاي الحالة لا تعتبر ثلجة بالمفهوم اللي بنعرفه، ولكن فرصة للثلوج مع ساعات الصباح وخاصة فترة الصباح ما بين الساعة 7 لغاية 10 تقريبا، فترة ذروة التبريد في المناطق الوسطى. من المناطق الجنوبية الوضعية أفضل نوعا ما، متوقع يصير في تساقط وتراكم للثلوج في مرتفعات الطفيلة والشراه العالية وأيضا يمكن جزء من مرتفعات الكرك العالية. تراكم الجيد متوقع يكون بدءا من ارتفاع 1200 متر عن سطح البحر، وهذا الإشي بيشمل جزء جيد من مرتفعات الشراه ومرتفعات الطفيلة تحديدا. ننتقل الآن لدرجات الحرارة المتوقعة في المناطق الأردنية. المناطق الشمالية المملكة أجواء باردة مع زخات أمطار في أغلب المناطق، درجة الحرارة العظمى في إربد 7 مئوية، عجلون 5 درجات، جرش 5 درجات، وأيضا المفرق 6 درجات. زي ما حكينا المناطق الشمالية اللي بزيد ارتفاع عن 1000 متر ممكن تشهد مع ساعات الصباح تساقط متقطع للثلوج في الفترة الصباحية، ممكن يتراكم بشكل محدود فوق 1000 متر، وممكن الهطول الثلجي نشوفه في مناطق ارتفاعها أقل من هيك بشوي. بالنسبة لمناطق وسط المملكة والعاصمة عمان، درجة الحرارة العظمى المتوقعة يوم غدا 4 درجات، هي أقل من معدلها بشكل كبير في هذا الوقت من العام. متوقع أغلب أحياء العاصمة تشهد أمطار مخلوطة بالثلوج. المناطق العالية بزيد ارتفاع عن 1000 متر متوقع تشهد تساقط متقطع للثلوج في الفترة الصباحية، وزي ما حكينا ممكن يدنا في فترة مؤقتة لأقل من هيك. التراكم لو حدث بيكون برضو بشكل محدود فوق 1000 متر، ومع نهاية اليوم راح نلاحظ أنه الحالة لا تعتبر عاصفة ثلجية بل منخفض جوي من الدرجة الثانية. الآن ننتقل للمناطق الجنوبية، درجات حرارة متدنية متوقعة في الكرك والطفيلة ومعان والكرك. درجات الحرارة ما بتتجاوز درجتين أو 3 درجات مئوية أثناء النهار، بالليل صفر مئوي أو قريب من الصفر المئوي. متوقع إن شاء الله تساقط الثلوج وتراكمها على المناطق الجبلية العالية خاصة اللي بيزيد ارتفاعها عن 1200 متر عن سطح البحر في هاي المناطق. خليج العقبة أدفى المناطق الأردنية يوم غد درجة الحرارة 16 درجة مئوية. في المناطق الشرقية من المملكة متوقع أنه نهار الغد يكون في زخات أمطار متفرقة أثناء النهار، لكن مع ساعات الليل تزداد البرودة بشكل كبير وبتقترب درجات حرارة الصفر المئوي، وبيكون في فرصة لتساقط الثلوج فوق المناطق الشرقية ومناطق البادية، وطريق عمان بغداد ممكن يشهد تساقط الثلوج مع ساعات الليل المتأخرة، وأيضا يتراكم الثلج في بعض المناطق مع ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء، مع أنه باقي مناطق المملكة راح تكون فيها الأوضاع أهدأ نوعا ما مع ساعات الليل، وراح تتراجع الفعالية الجوية وتسود أجواء باردة، وممكن يتشكل الصقيع في مناطق شمال وسط المملكة، وأيضا ممكن يتشكل الجليد في مرتفعات الجنوب العالي. ننتقل الآن لحالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة. زي ما ذكرنا يوم الثلاثاء كتلة هوائية شديدة البرودة، ثلوج متقطعة صباحا فوق 1000 متر في شمال وسط المملكة، وثلوج متراكمة إن شاء الله في المناطق الجبلية الجنوبية. يوم الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، بيبقى الطقس بارد غائم مع فرصة لهطول أمطار محلية. برضو يوم الأربعاء المناطق الجنوبية العالية القمم ممكن تشهد زخات ثلجية أثناء فترة النهار.
يوم الخميس طقس غائم وفرصة لزخات أمطار نهارا، ولكن مع ساعات الليل إن شاء الله عندنا فرصة لمنخفض جوي جديد مصنف حاليا من الدرجة الثانية ولكنه قابل للتطور، بيجلب إن شاء الله للمملكة المزيد من الأمطار وتساقط البرد وانخفاض على درجات الحرارة، وبيستمر حتى يوم الجمعة بحسب التحديثات لهذا اليوم. الآن ننتقل ل ملخص الحالة الجوية القادمة. زي ما حكينا ثلوج متقطعة على المرتفعات، بزيد ارتفاع عن 1000 متر، ممكن أقل شوي مع فترة صباح ثلاثاء. أيضا هناك ثلوج متراكمة على الجبال الجنوبية، ثلوج تطال مرتفعات العاصمة عمان إن شاء الله مع ساعات الصباح، خاصة المناطق بزيد ارتفاع عن 1000 متر، ممكن تدنى مؤقتا ل 900 متر، ولكن في العموم التراكمات لو حدثت بتكون محدودة وفوق 1000 متر إن شاء الله. ننتقل الآن للتوصيات. أهم شيء موضوع الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، النوم أثناء تشغيل وسائل التدفئة ما لازم يكون في هاي الأيام، دائما ركزوا على تهوية المنزل وقت استخدام وسائل التدفئة بين الحين والآخر، وأيضا انتباه أثناء القيادة من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب سواء الليلة أو بكرة الثلاثاء، خاصة فوق المناطق الجبلية العالية، وأيضا الانتباه من خطر الانزلاق على المرتفعات الجبلية ومن خطر إغلاق بعض الطرقات في المناطق الجنوبية بسبب تساقط وتراكم الثلوج على هذه المناطق. أيضا العاصمة عمان ومرتفعات الشمال والوسط مع ساعات الصباح زي ما حكينا في فرصة لتساقط بعض الثلوج المتقطعة، عشان هيك ننتبه أثناء قيادة السيارة في الفترة الصباحية. هذا كان كل شيء حتى الآن، نشكركم على حسن المتابعة.